أوجه جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها. ولتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم جزءاً لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.